قرأت عن مجازر فرانكو بيونشي والخمير الحمر في كمبوديا، باحثا في سياسات الذاكرة والتئام الجروح. عندك شظية بنص حلقك وبعدك قادر على انك تقبل فتاة يعني. ولا اجمل أشياء مرسومة، جدران مرسوم عليها أشياء حلوة بس جواتها ما بعرف شو، فهي كانت عبارة عن خلينا نقول لوكيشن وهمي، ما بيعملوا مثلا لوكيشن للتصوير، بيعملوا حيطان وراها بتكون فاضية، فبالنسبة لي كان هيك المكان. طلع إنه أنا وين؟ أنا شو يعني أنا شو 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 صار لحتى وصلت لهون؟ يعني كل كتب الفلسفة والشعر والتسامح والروحانيات والمنمور والشموع وهي الشغلات هي بتنكب بأول زبالة بأول يوم حرب، بس هي كلها. زواجي الأول كان قصري، يعني بعد السجن كان لازم يصير في زواج برأي العائلة، وأول ما بلشت ثورة فعلا انفصلت. يعني هو هلأ نحن السؤال، نحن هلا كيف عم نستمر بحياتنا مع كم المأساة او كم الخسارة اللي نحن اخذناها اللي حاملينها معنا؟ بحس انه حقي اني امشي بالشوارع اللي انا بعرفها، مر جنب مدرستي القديمة وتذكر ذكرياتي وشوف رفقاتي اللي انا بعرفهم وعشت معهم. علاقتنا مع الحياة مبنية على اوهام، لما بتجي الحرب بتحررنا من اوهامنا. يمكن أفضل شيء بالحرب إنه هي تحررنا من أوهامنا. لم نثأر لأنفسنا ولكننا نجونا. ماذا يقصد الكاتب هنا بكلمة نجونا؟ أنا ذئب جوعان ومجروح، اللي حيقرب أكله. يرد فيها على فلاديمير جانكليفيتش، يقول فيها بأن لا إمكانية للصفح إلا إذا كان مستحيلاً.